من هاي يا من هاي يا من هاي يا من هاي يا من هاي ان شاء الله التأهل، ان شاء الله التألق، ان شاء الله عندكم كل الامكانيات فيما يخص الريما. يا الحمد لله نشوف هذا الاصاله راهي اونور انترناسيونال، اي نورمال كيما المتاهله الالعاب الاولمبيه تاهلت في هذه القاعه، ان شاء الله يكونوا متاهلين. نو كاين واحد كيف تاهل الالعاب تاع ريوف من لكن هي اول امراه جزائريه، اول امراه تمثل الرياض الالعاب الاولمبيه في اختصاص الريما. يعني في اختصاص الريما من قبل كان عندنا واحد دار فروزون فورماسيون 16 جاب شامبيون دافريك وراح لريو 2016، خرج منها ملتي بازا، يعني دخل في 2012 2014 شامبيون دافريك بالرياضية ان شاء الله. نتمنى التوفيق لهدى ايضا ويمتهل الالعاب الاولمبيه، ونتمنى لكم انتم التالق والنجاح في مشواركم ان شاء الله. تمثيل الجزائر احسن تمثيل، بارك الله فيك. بارك كانت الزياره الميدانيه الى ولايه فاز فرصه للوقوف على واقع افاق القطاع ولاضفاء ديناميكيه اضافيه لترقيه الشباب وتطوير الرياضه في هذه الولايه. توجد هذه الزياره كما تابعتم بجمله من القرارات لتجسيد اهم محاور وخطط عمل وزارة الشباب والرياضة. أولاً فيما يخص تحذير الرياضيين خاصة رياضي النخبة، قمنا بمعاينة مركز تجمع الكرة الوطنية في فوكا، أين تم تخصيص 6 قاعات متخصصة لست اتحاديات رياضية أولمبية، وكانت مناسبة لإسداء تعليمات بضرورة الإسراع في إتمام الأشغال المتعلقة بمبنى الإيواء، وذلك قبل شهر أبريل 2021.